فكيف ما كيعرف الجميع ففريق وداد البيضاوي فهو فريق فريق قوي عنده واحد التجربه كبيره اللاعبين ديالو عندهم تجربه كبيره في في جميع في جميع المسابقات فما كنظن انها ما تكونش مقابله سهله, سهلة بالنسبه لنا حنا ولكن راك كتعرف بان مقابله الكاس تيكونوا مختلفين كل اختلاف على باقي المسابقات الدو باقي مسابقات الدوري فنتمنوا ان شاء الله اننا نفوزوا في المقابله ديال الوداد البيضاوي اللي هي مازال باقا بعيده تنظن انها شهر سبعة ونفرح سبعه بها الجماهير التطوانيه اللي متعطشه الكاس الفضيه